جديدة من برنامج ضياء المحراب. في هذه الحلقة سنسلط الضوء فيها على مسجد الصفاء بالمجف. هذه الحلقة ستكون عبارة عن نبذة تاريخية عن هذا المسجد، والذي يحكي حكاية عراقة هذا المسجد وقصته التاريخية. دعونا نتعرف عليه أكثر مع الأستاذ صبري عفيف، فهيا بنا. مشاهدينا، ما زلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا برنامج ضياء المحراب، وفقرتنا الأولى مع الأستاذ صبري عفيف أحد رواد مسجد الصفاء بالمجف بتريم. أهلا بك أستاذ صبري. أهلا وسهلا ويحياكم. أهلا وسهلا فيكم. يحياك الله. في البداية نحب نتعرف كعادتنا في برنامج ضياء المحراب على تاريخ المسجد والمراحل التي مر بها منذ قيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في تريم بلاد العلم والعلماء، وفرصة سعيدة أن نلتقي بكم هذا اليوم. بالنسبة لمسجد الصفاء، طبعا مسجد الصفاء يعتبر من المساجد القديمة في مدينة تريم، بل ربما يكون من أوائل المساجد، فكان تأسيسه في القرن الثاني عشر للهجرة. المؤسس طبعا الحقيقي للمسجد هو العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس. وطبعا المسجد مر بأكثر من مرحلة للتجديد. كان التجديد الأول في عام 1345، المجدد له طبعا هو السيد الثري أبو بكر بن شيخ الكهف. وفي هذه الفترة طبعا كان أول تجديد بعد بنائه، بعد بنائه وتأسيسه في المرحلة الثانية عشر. نعم. وفي تلك الفترة طبعا بنيت الميدنة في الجهة الشرقية الشمالية الموجودة حاليا بطابعها المعماري الأفريد. هل حافظت على طابعها من يوم ما بنيت؟ نعم، نفس الطابع هو نفسه، يعني حافظ. كان في المرحلة الأولى ما في هناك أي ميدنة في المسجد، ثم في عام 1345 هجرية بنيت تم نعم تجديد وتوسعة المسجد، وأضيفت له الميدنة التي بنيت على يد المعلم المعماري عوض سليمان عفيف. ما شاء الله. نعم. المسجد طبعا في بدايته كان عبارة عن هذا المكان، أو هذا ما يسمى بالمحراب، الأربع أعمدة طينية وما يسمى بالسواري، هذا العمارة الأولى للمسجد. ثم توسع المسجد في المرحلة الثانية، وطبعا عملت له القاعة الأخرى اللي هي قاعة الصيام التي تشرف على الصحن، أو ما يسمى بالضاحي في لهجة حضرموت. نعم. في هذه القاعة الأولى للصلاة كانت تسمى بالحمام في المصطلح المحلي لحضرموت. كثير منهم يسمون. نعم، يسمون الحمام، أو ما يسمى بكنين الصلاة. ليه سميت بكنين الصلاة؟ لأنها كانت تستخدم في فصل الشتاء، كننون المصلين الحمام. نعم، الحمام هذا الداخل الموجود. ثم تأتي القاعة الأخرى للصلاة والتي تشرف على الضاحية المسجد، وسمي بالضاحية لأنه مفتوح للسماء، مفتوح للسماء، ويستخدم للمصلين يصلون فيه فترة الصيف. إذن يقسم المسجد على فترتين، الشتاء والصيف. نعم، على فترتين. في الشتاء يصلى في الكنين أو في الحمام، وفي الصيف يصلى في الضاحي. في الضاحي. أي نعم، أو ما يسمى بالصحن. وهذه ميزة حقيقة تتميز بها المساجد القديمة. اليوم إحنا بنلاحظ إنه المساجد الحديثة ما في هناك كنين وضاحي،
لاحظها كلها في يعني مصمتة بسقف واحد، ولهذا طبعا هذا يؤدي إلى كظمة في المسجد وتهوية غير كافية. إذا انطفت الكهرباء طبعا يشعر المصلين بمضايق، بعكس لما يكون المسجد مفتوح في متسع، في متسع وتهوية مفتوح للخارج، بحيث أنه يكون في تهوية متجددة داخل داخل المسجد. طبعا في المحراب الأول هي عبارة عن أربعة أعمدة وأربعة سواري بالأصح، فيما بعد طبعا بعد التوسعة الأخرى صارت هناك ثمان سواري في القاعة التي تشرف على الضاحي. نعم، وطبعا مسجد الصفا ليس متسع كبير، يعني هو عبارة عن حوالي 6 متر في 6 متر بالنسبة لل. هو السؤال أستاذنا، كونك أحد الباحثين في شؤون التاريخ وأستاذ في الجامعة للتاريخ، لما غالبية المساجد القديمة تصمم بطابع صغير؟ هل للكثافة السكانية دور معين أم هناك أسباب أخرى؟ طبعا في هناك أكثر من سبب بالنسبة لله. السبب الأول الرئيسي أنه القائمين أو المؤسسين لهذه المساجد طبعا هم من عبارة عن أشخاص أتوا من الخارج الغالب، من السادة العلويين عندما يذهبون إلى أندونيسيا، يذهبون إلى ماليزيا، يذهبون إلى جنوب شرق آسيا، يجمع له ثروة وفي آخر عمره يقول بس تقر في تريم، فيعود إلى حضرموت ويبني له مسجد قريب من بيته، ويعتبر هو ربما المؤذن أو الإمام المسجد. المهم يعني يبقى هذا المسجد له ولأولاده فيما بعد، مسجد صغير بأربع سواري كافي له بالنسبة له ولأولاده والجيران المحيطين بالمسجد. الشيء الآخر أيضا أنه الكثافة السكانية في تريم كانت قليلة جدا، يعني هذا المسجد بهذا الاتساع، وعن كان صغير حاليا بأربع سواري، إلا أنه كان في ذلك الوقت يتسع ويمكن ربما ما يكمل حتى الصف الأول. عكس يكفي اليوم يكفي لجيران المسجد الموجودين ديك الفترة، في هذه الفترة حقيقي. ولهذا أحيانا تلاحظ أنه في بيت معين في الأربع الأركان لهذا البيت مساجد، هنا في الناحية الشرقية مسجد، في الناحية القبلية مسجد، في الناحية البحرية مسجد، في الناحية الشرقية مسجد. اشتهر التريم بالمساجد حقيقة. نعم، حتى يقال أنه وصلت إلى 360 مسجد، ثم دمجت بعض المساجد. إذا أردت أن تصلي كل يوم في مسجد العام كامل صلي. نعم، في مسجد. طبعا فيما بعد دمجت بعض المساجد في مسجد واحد، مثلا عندك مسجد الجامع دمجت أكثر من أربع مساجد، مثل مسجد الجبان التريم التي تقام فيها صلوات الجنائد أكثر من سبع مساجد بالإضافة للمصليات، فهكذا جمعت أو قبل أن تجمع كان 360 مسجد فعلا بالمصليات وبالمساجد الموجودة الصغيرة هذه. وحاليا طبعا مجموعة من المساجد دمجت وأصبحت مسجد توسع زيادة في عدد السكان. بالنسبة لمسجد الصفا أيضا يتميز بطابع معماري خاص، تلاحظ أنه حتى الرفوف موجودة في هناك عكوف خاصة وكلها بمادة الطين، يعني المسجد نفسه بني بمادة الطين، لم تدخل في صناعته أي من المواد الحديثة، حتى في تجديدات الخرسانة. نعم، حتى في التجديد، حتى في التجديد المساجد قديما، ومن ضمنها حتى مسجد المحضار، و كان البنائين لها من ضمن طبعا عبد سليمان عفيف يختارون حتى نموذج الطين يكون نموذج خاص، بل معظم المساجد هذا النموذج من الطين يكون نوع قوي يسمونه الزبر، يعني يأخذ بعناية خاصة. إذا أتى صاحب المسجد وطلب من الباني أن يبني مسجد يشترط عليه أن يأتي بطين معين حتى تكون عشان خاص بالمساجد. نعم، يعني ممكن تقول إن طين خاصة بالمساجد، يعني يستخدم في المساجد، يطلب منه الباني أن تكون هذه طين خاصة حتى لا يتلون فيما بعد، تكون حاجة قوية. الشيء الآخر أيضا حتى العواد الموجودة المستخدمة في مسجد الصفا وغيرها من المساجد الأخرى، العواد الخشبية أقصد، تقطع في فصل معين من فصول السنة، لو قطعت في فصل الربيع بحيث أنها لا تدخلها الأرض. ولهذا بتلاحظ أنه حتى تجديد المآذن اليوم يتم عبر الخرة أو عبر التدلي بالحبال، يقومون يرتبط هذا الخرة وهذه السفرة اللي يخرج فيها المعلم اللي بيجدد ورشاشة المأذنة يربطها في هذا العود. تخيل العود مثلا أكثر لهم أكثر من 100 عام، يعني هذا العود أكيد يعني لفترة تقطع العود ميزة خاصة بعدم دخول الأرض فيه، دخول الأرض فيه. نعم، الشيء الآخر أيضا اللي يميز المأذنة في مسجد الصفا هنا أنه مأذنة ذات طابع معماري خاص، ربما حصل هناك هجين من عمارة المهجر ومعها العمارة المحلية الحضرمية موجودة، فبتلاحظ المنارة لها تصميم خاص قام بتصميمها وبنائها المعلم المعماري عوض سليمان عفيف.
هذه الميدنة طبعا طولها 18 متر 18 متر وتنتهي بغرفة المؤذن ورمح في أعلاها رمح في أعلاها ربما يميزها عن باقي المآذن الأخرى من أجل الوقت. المساجد الفطرية بشكل عام طبعا فيها الروحانية فيها يرتاح فيها الشخص ربما يصير شخص أحد في يوم ما. لماذا تتميز المساجد القديمة عن المساجد الحديثة بالروحانية والسكينة؟ لما تدخل مسجد قديم تلاحظ أنه قلبك ينشرح لهذا المسجد في روحانية في سكينة عكس المساجد طبعا ونحن طبعا ما نفرق كل مساجد الله سبحانه وتعالى ولكن المساجد الحديثة هنا الفارق. أقول لك ليش أنت لو بتسنى هذا المسجد له أكثر من 100 عام كم عدد الصلوات اللي تمت فيه؟ هذا المسجد تأسس له 2 كم عدد الصلوات عدد الصلوات يعني هنا الفرق كم عدد المصلين كم عدد الركعات التي كم عدد التهجد كم عدد الخشوع وهكذا الذكر كم عدد الذكر وما إلى ذلك. هذه كلها أكيد طبعا بيكون لها رصيد مجمع لهذا المسجد أو لا لسكينة المسجد. جميل المعلومات التي ما شاء الله أفضت بها لنا. الناس اللي توالوا على إمامة المسجد أو على الاعتناء بالمسجد أيضا ربما على الصلاة في المسجد أبرز رواد هذا المسجد بالنسبة طبعا لرواد المسجد هم غالبا الجيران المحيطين بالمسجد والمؤسس المسجد غالبا هو من يكون إماما أو يكون قائما على عمارة المسجد في ذلك الوقت أو حد أبناء يؤم الناس في هذا المسجد. لكن بالنسبة لمسجد الصفا طبعا هناك مجموعة من المؤذنين أو ما يسمى بالقائمين الذين يؤمون الناس من أمثلة هؤلاء السيد علوي عديد الكهف كإمام المسجد فترة طويلة أيضا كذلك السيد حسن بن سالم حداد الكهف ولدينا أيضا الإمام الحالي السيد عبد الله حسين العدروس اللي ما شاء الله لما يقارب له حوالي 20 عام وهو ماسك لإمام المسجد. بالنسبة لرواد المسجد هم قلنا من جيرانه يعتنون به ينظفونه يقومون بتصفية الجوابي وطبعا الجوابي معروف هي المياضي أو ما يسمى بمكان وجود الماء للوضوء. هذا المياضي بحاجة إلى تجديد الماء بحاجة إلى تنظيف بحاجة إلى أنه تسخن هذه المياه في فصل الشتاء من خلال معدن موجود خاص داخل المئذنة داخل الميضة. هذا المعدن يسخن بفتحة خارجية من خلال الحطب الذي يوضع عليه فيسخن فصل الشتاء فيأتي طريقة خاصة طريقة خاصة نعم إذا سمح لنا الوقت ممكن نحن نرويكم المكان. هذا بحيث أنه المصلي يأتي للمسجد مرتاح بحيث أنه يجد الماء الحار ليتوضأ بشكل سلس وأمور طيبة نعم. من ضمن أيضا الأشخاص الذين قاموا بالعناية بهذا المسجد مسجد الصفا بتريب الذي يقع في حافة المجف وعلى فكرة سميت بحافة المجف لأنه كانوا يقومون بتجفيف جلود الحيوانات في هذه المنطقة سميت في المنطقة حتى سميت بمنطقة المجف فتعرض للهواء الطلق. هذه المنطقة طبعا توجد بين منطقة النويدر ومنطقة السوق في تريب. طبعا من رواد المسجد والقائمين عليه وبعنيته المرحوم الوالد عاشور عمير بحشوان طبعا أخذ فترة طويلة جدا في العناية بالمسجد وتنظيفه والاهتمام به وتوفير متطلباته وما إلى ذلك. كذلك أيضا لدينا العم طالب رمضان البشامخة الذي أيضا اعتنى بالمسجد لفترة طويلة وكذلك أيضا لدينا حاليا الأخ عمر عبيد عمرون الذي ما زال إلى يومنا هذا معتني بالمسجد يقوم بتنظيف يقوم بعملية الاعتناء به وتوفير متطلبات كل متطلبات المسجد. جميلة هي الجهود التي تقام من أجل الحفاظ على بيوت الله الحفاظ على على نظافتها على روائحها. صحيح. أستاذ صبري دعنا نتحدث عن المناسبات السنوية التي تقام في المسجد ولو على عجالة بسبب ضيق الوقت. طبعا مسجد الصفا في هناك مناسبات ممكن احنا نقول في تريب مناسبات خاصة ومناسبات عامة للمساجد الموجودة. طبعا المناسبات الخاصة هذه غالبا تكون في المساجد الكبيرة أو المساجد المشهورة مثل الجامع المحضار مثل الجامع تريب مثل مسجد بعلوي وغيرها من المساجد. بالنسبة لمسجد الصفا طبعا كثير من المناسبات مثل الختومات المساجد
وخاصة في 17 رمضان من كل عام، الموالد المعروف في شهر ربيع الأول، بعض المناسبات الأخرى. لا يميز المسجد حقيقة مناسبة معينة ممكن نقول احنا يتميز بها عن غيره من المساجد الأخرى، لكن يقام له ختم أو في رمضان في هو تأخذ له مناسبة 17. نعم، مناسبة 17 رمضان يأخذوا كل جيران ضيافات ويستقبلون أقاربهم من المناطق البعيدة ويحتفلون مثل ما يحتفلون المساجد بالختومات في تريم. جميل. الأستاذ صبري عفيف، اللقاء كان شيق وتشجون، تعرفنا فيه على مسجد الصفاء، هذا المسجد الطابع الجميل والمعماري الجميل والذي أسس منذ حوالي القرن الثاني عشر. وقبل أن نختم فقرتنا مشاهدينا الكرام، هنا درع تذكاري المقدم من أسرة البرنامج وأسرة تلفزيون حضرموت على جهود تقام في هذا المسجد للجنة المسجد والناس القائمين على هذا المسجد. شكرا لك أستاذ صبري، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم في الفقرة القادمة. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: متى فرض الحجاب على نساء المسلمين؟ متى فرض الحجاب على نساء المسلمين؟ هيا بنا لنتعرف على إجابة هذا السؤال. السلام عليكم. حياك الله. خير طيب. الحمد لله. معنا سؤال حلقة يقول: متى فرض الحجاب على نساء المسلمين؟ يعني هجري. في سنة من السنين الهجرية. نعم والله إيش بغيت نقول لك، السنة الرابعة للهجرة. خيارات؟ ماشي، خيارات بسيطة جدا. شي جوائز ولا ماشي؟ جوائز موجودة أكيد. السنة الكم؟ أنت قربت. السنة الخامسة للهجرة؟ أتأكد. آخر آخر جواب ولا بتزيد عليك سنة؟ لا لا أعلم. عاشي سنة. السنة الخامسة آخر جواب. جواب نهائي. عاشي فيها؟ ما عاشي فيها. إذن أول شيء تعرف على اسمك؟ علي محمد سالمي مطبق. من وين يا علي؟ من الهجرين دوان. حياك الله. اليد يوم لا سوينا إيش تتبضع؟ والله شغل وتمشي وبضاعة. حياك الله. علي يقول أن إجابة السؤال هي في السنة الخامسة للهجرة. السنة الخامسة للهجرة. والإجابة طبعا صحيحة. وتشرفنا اليوم معنا في برنامج ضياء المحراب الأخ علي، وتستاهل 15,000 ريال. شكرا لك يا علي. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. حياك الله. شكرا. في ختام حلقتنا من برنامج ضياء المحراب، أود أن أسر لكم حادثة جاءت في الأثر، حيث يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بقدوم أحد ملوك اليمن وهو وائل بن حجر الحضرمي قائلا: يأتيكم بقية أبناء الملوك. فحصل ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم وائل على الرسول معلنا إسلامه، فرحب به النبي وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وأكرمه بأرض نظير ما ترك خلفه من الملك والزعامة، ثم أرسل معه معاوية ابن أبي سفيان ليدله على تلك الأرض. وكان معاوية وقتها ولشدة فقره لا يملك حتى نعالا، فلما لسعه حر الرمضاء قال معاوية لوائل:
أردفني معك على الناقة. فقال وائل متكبرا: ليس شحا بالناقة، ولكنك لست رديف الملوك. فقال معاوية: إذا أعطني نعلك. فقال له وائل: ليس شحا بالنعل، ولكنك لست من ينتعل أحذية الملوك، ولكن امشي في ظل الناقة. فانتعل ظلها. ودارت الأيام وآلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. وصادف أن جاء وائل إلى الشام وقد جاوز 80، فدخل على معاوية وكان جالسا على كرسي الملك، فلما رآه نزل عن كرسيه وأجلس وائلا مكانه، ثم ذكره بالذي بينهما فيما مضى وأمر له بمال. فقال له وائل: أعطه لمن هو أحق به مني، ولكني وردت بعدما رأيت من حلمك لو رجع بنا الزمان لأحملك يومها بين يدي. بهذه القصة نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ضياء المحراب. أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن يهدي قلوبنا.